المفروض الأول صباح الخير. السلام عليكم، ازيكم؟ ايه الأخبار؟ كان المفروض في المرة اللي فاتت مسألة خدناها عشان نبص عليها، صح؟ حد بص فيها ولا ما نعرفوش؟ عرفوها؟ في أرقام طلعت؟ شباب، مسائل الويب رايتس دي مسائل سهلة لحد كبير جدا، يعني القوانين بتاعتها ملمومة والموضوع مش بعيد قوي عن الطبيعي، بس لازم تحلوا بايديكم. عموما في اي مادة اطلاقا لازم تحلوا بايديكم، عشان كل المسائل بيبقى شكلها حلو وهي بتحل قدامنا كده، بس دايما اول مسألة بتحلها حتى لو حليتها صح في الاخر، لكن بتاخد وقت اكتر كتير جدا من الطبيعي. خلاص، فالاول مسألة بنحلها في يوم الامتحان احتمال كبير من الحاش نخلص، حتى لو فاهمين كويس قوي وحلينا صح. خلاص، فلازم نمشي ايدينا، لازم نمشي ايدينا في المسائل. اوكي، استنى بس افتح ال طيب، اول حاجه انتوا المره اللي فاتت لا قبل اول حاجه اللي قبليها بعتذر عن التاخير، ماشي؟ طيب، هل كمان احنا المره اللي فاتت كنتوا سالتوني على موضوع البروف بتاع الديسبيرشن ريليشن، تمام؟ او يعني ازاي نحل الويف جايد، وكنتوا مستغربين من ان دكتور بادي بالترانسفيرس كومبوننتس مش بالزد كومبوننتس، تمام؟ طيب، هل علشان اجيب الزد كومبوننت من الترانسفيرس كومبوننت محتاج اعمل تكامل؟ لا، مش محتاج. امال هجيب منين الزد لو انا عارف ترانسفيرس؟ من ماكسويل ايكويشن الاصليه. احنا عارفين انه نابل بلس اي يساوي ايه؟ مش عارف ايه دينا في الاتش، ونابل بلس اتش تساوي برضه كونستنت في الاي. فبين الريليشن دي نعرف لو احنا عارفين الترانسفيرس كومبوننت نجيب الايه؟ الزد كومبوننت. وهو الحقيقه اصلا احنا جبنا الاربعه ريليشنز اللي انتوا قلتوهم دول من اللي انتوا حافظينهم من فين؟ من البتاعه دي، تمام؟ فمن هنا كده نقدر نحل لو احنا ابتدينا بال فين الشيت يا ابني؟ لو احنا ابتدينا من الترانسفيرس كومبوننت مش من الزد كومبوننت. طيب، طب هل هو لازم نبتدي ترانسفيرس كومبوننت او بالزد او كده؟ لا، مش فارقه، ماشي. افضل نفولو الفلو اللي دكتور مشي بيه، لكن في الاخر احنا ممكن نبتدي زي ما احنا متعودين برضو ونحله وهيطلع نفس الاجابه بالظبط، مش فارقه في حاجه خالص. اوكي، المره اللي فاتت احنا اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن ازاي نحل الديسبيرشن ريليشن. الاول شفنا ايه هي الديسبيرشن ريليشن، جت منين، وازاي نحلها باستخدام ايه الديسبيرشن ريليشن زي ما هي موجوده، اللي هي كي اتش دبليو تان كي اتش دبليو بتساوي روما دبليو. شفنا الجراف وفهمناه. تعالوا نقف تاني عند الجراف علشان نطلع منه كم معنى كده، تمام؟ لو فاكرين قلنا ان ده كده الديسبيرشن ريليشن مجموعه من التان، وده الفي نمبر، وقلنا ان كل التقاطع ما بين الفي نمبر، الفي نمبر ده اللي هو الدايره، مع الراف ده
بيطلع لي المودز المختلفه. تعالوا نشوف كده. هو تقاطع الفي نمبر ده مع الجراف، كل ما الفي نمبر زاد، كل ما الفي نمبر زاد الكيتش دبليو بتاعت المودز، بتاعت المود الاولاني. لو ركز مع المود الاولاني، الكيتش دبليو بيحصل لها ايه؟ بتزيد، بتقرب من رقم معين اللي هو ايه؟ فاعل الاثنين. طب وبالنسبه للدراما عماله ايه؟ تزيد، تزيد بطريقه بتاعه مع مع الذات الثانيه. طب ايه معنى لما الدراما دي تزيد؟ هو ايه الدراما ده فيزيكلي؟ قد ايه قد ايه المود بتاعي ده موجود جوه الكلادينج؟ يعني لو ادي كده السلاب، فالاول مود بيبقى شكله حاجه عامله كده، نص كوزاين وبره اكسبوننشال ريت الدراما. كل ما الدراما دي زادت كل ما كان الشكل عامل ازاي؟ نازل شارب كده. طب وده معنى ايه؟ لما الروما بالظبط شفت دي؟ يعني معناها ان المود كونفايند جوه الكور، تمام؟ طيب وده يفرق معايا في ايه؟ ايه اللي يفرق معايا لو المود ده كونفايند ولا لا؟ قد ايه من الباور جوه الكور؟ هيوصل باور احسن. بص ايديالي تاني، ايديالي المفروض الباور اللي في الكلادين ده ايه؟ عادي، هي زي الباور اللي في الكور بالظبط ومكمله وتمشي وتوصل لغايه الديستنيشن بتاعتها. بس براكتيكالي لو في اي دي باور ما هياش كونفايند قوي، تمام؟ ده معناه ان لو في اي بيرتربيشن او حاجه حصلت، يعني في مثلا لو احنا بنتكلم على فايبر، فايبر ده التنى لف، اوكي؟ اول حاجه بتهرب هي مين؟ الباور اللي بره دي. فهي باور في خطر، هي نظريا معانا ومكمله ان هي ايه؟ في خطر. فاحنا مش عايزين كده. طيب دي اول نقطه. وعلشان نديفاين ده، علشان نديفاين قد ايه من الباور جوه، نعرف حاجه اسمها كونفاينمنت فاكتور. ايه الكونفاينمنت فاكتور ده؟ هو قد ايه في باور جوه الكور على في على التوتال باور. طبعا الرقم ده من 0 ل 1، احنا فاهمين انه كل ما الفي نمبر زاد متوقعين الدراما ده يحصل له ايه؟ يقرب من الواحد للمودز القليله ده. يعني المود اللي بيظهر جديد يبتدي كونفاين فيرت بتاعه هنا بيكون تعبان. كل ما انت بتوصل، يعني كل ما انت بتقرب بقى من النقطه دي، كل ما الكونفاين فيرت ده يحصل له ايه؟ بيزيد، بيقرب من الواحد. طيب في فكره ثانيه مهمه جدا جدا. ايه الفكره دي؟ دلوقتي يا شباب احنا خلاص درسنا البتاع ده، درسنا الويف رايت ده وعملنا له اناليسيس محترم وطلعنا كل التفاصيل بتاعته وعرفنا البيتا والكي اتش والراما وهكذا. عايزين بقى نروح نشتغل في سيستم كوميونيكيشنز، تمام؟ فعندنا مجموعه من الويف رايتس دي وعايزين نعمل بيها كومبوننت، والكومبوننت ده ندخله جوه سيستم اند سو اون. هل هنقعد نتكلم كل مره بالبيتا والراما وشكل المود والكلام ده؟ لا، بنستغنى عن الكلام ده ونعرف بارامتر تاني. ايه هو؟ هو ايه الفرق ما بين الويف رايت وما بين الماتيريال اللي على بعضيها؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ لكن عندي بلوك كده عباره عن ان واحد بس، ماشي؟ يعني ملوش باوندريز، هو مكمل من ناقص انفينيتي لانفينيتي، وفي ويف ماشيه جواه. ايه اللي اعرفه عن الويف دي؟ هيبقى شكلها بلين ويف. عارفين البلين ويف صح؟ اللي هي يعني ممتده من ناقص انفينيتي لانفينيتي، مش كده؟ وايه علاقه البيتا بتاعتها بالكي؟ البيتا هتساوي مين؟ في الحاله دي هتساوي ان واحد كي نوت، مش كده؟ مال عشان عارفين ان الكي جوه الماتيريال هي ان في كي نوت، صح؟ عارفينها دي ولا متضايقين؟ عارفينها. طب ولو هو الويف دي بلين ويف، يعني هي ماشيه كده ومفيش اي ماتيريال تانيه حواليها، في البيتا هي بتساوي مين؟ الكي، هي نفس بريشن كونستنت، صح؟ وهنا ليه اصلا عرفنا بيتا؟ علشان في ويف رايدنج افكت، انما في الطبيعي
هي تبقى ماشيه بتاخد اكسبوننشال نيجاتيف ان 1 كي نوت في تريال بروباجيشن خلاص. والبيتا هو لا احنا ماشيين في اتجاه الزد يعني، والبيتا هو الفاكتور اللي بتضرب في الزد خلاص. فالبيتا هو هو ان 1 كي نوت. تمام. طب احنا ايه اللي منعنا ان احنا نقول ان البيتا هي ان 1 كي نوت في البتاع دي؟ حاجتين، اولا انه في ازيد من ان صح، يعني في جوه ان 1 وبره ان 2، فانت لو نفسك تقول ان البيتا هي ان هتختار مين بقى، ان 1 ولا ان 2؟ وده ليه معنى فيزيكال، ان الويف شايفه الاثنين مع بعض، يعني هي شايفه يعني مش واحده بس فيهم اللي موجوده. ولما حسبنا البيتا ما لقيناهاش بتساوي لا ان 1 ولا ان 2 صح، احنا قعدنا نحل ديسبيرشن ريليشن ونطلع ومش عارف ايه ونحسب البيتا في الاخر. طيب علشان نسهل على روحنا ونستخدم الفكره دي بنعرف حاجه اسمها ان افكتيف. ايه اللي ان افكتيف ده؟ ببساطه بنقول كده، بنقول ان ان افكتيف ده هو بيتا على كي نوت ماشي. احنا بنعرف ان افكتيف بالشكل ده، ان هو بيتا على كي نوت. طيب احنا حسبنا البيتا منين؟ حسبنا البيتا منين يا جماعه؟ من حل المعادلات مش كده؟ حل المعادلات اللي احنا حسبناها المره اللي فاتت، قعدنا نحسب الكيتس والراما ومنهم نحسب البيتا، واحنا عارفين ان الكي نوت طبيعي ان هي تبقى على اللمضه، نقسم ده على ده نطلع الان افرت. ده معناه ايه؟ معناه انا بقول لك سيبك فوتك تماما من الويف جرايد ده ولا كانك شفته، واعتبر ان انا شلت الويف جرايد ده وحطيت ماتيريال زي الحاله دي. طب الريفرتيف اندكس بتاعها كام؟ ان 1 ولا ان 2؟ لا ان 1 ولا ان 2 هو الان افكتيف ده خلاص. طيب ليه كده؟ ليه عملنا الحركه دي؟ ببساطه علشان انا بعد كده لما اجي اعمل سيستم كامل مش عايز اقعد ادخل نفسي في تفاصيل شكل المود والكي اتش والدراما والدبليو والكلام ده، انا عايز رقم يعبر لي عن الويف رايدر كله على بعض. فالان افكتيف هو الرقم ده، لو عرفت ان افكتيف هعرف كل المعلومات اللي انا عايزها عن الويف رايد. تمام. يا ترى توقعاته لان افكتيف ده هيكون بكام؟ يعني ايه الحدود بتاعته؟ اصغر من ايه واكبر من ايه؟ هو لازم يكون بين الاثنين دول صح؟ ليه؟ علشان الويف ماشيه بين الاثنين دول صح؟ فهي شايفه حاجه اكيد اقل من ان 1 واكيد اعلى من ايه؟ من ان 2. تمام؟ اشمعنى علشان تبقى رايت؟ ولو كان عندنا ان 1 وان 2 وان 3 هتبقى برضه بين ان 1 وايه؟ وان 2 تمام؟ اللي هم يعني اعلى 2. مفهوم الحكايه دي واضحه؟ وزي ما عرفنا بارامتر اسمه في، والفي ده هو بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الفريكوينسي اللي شغال بيها وشكل الويف جايد صح؟ بيعبر عن الفيزيكس بتاعت الويف جايد. بنعرف بارامتر تاني اسمه بي. البي ده بيعبر عن الريفرتيف اندسيز اللي موجوده في السيستم، فهو عباره عن ان افكتيف سكوير ناقص ان 2 سكوير على ان 1 سكوير ناقص ان 2 سكوير. اوكي. البي ده اسمه ايه بقى؟ اسمه نورمالايزد ريفرتيف اندكس بتهيألي يعني. خلينا كده نشوف تاني من المحاضره. بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن لا الحقيقه هو مش بيعبر عن حاجه قوي فيزيكلي يعني تمام، بس هو نورمالايز بارامتر نورمالايز لان هو بيقيس الفرق بين الان افكتيف سكويرد مع الكلادينج على الكور وكلادينج على النوميريكال ابرتشر يعني. وميزته الاساسيه ان هو بيخلق لي بعد كده ريليشن جنرال للويف رايد، يعني فاكرين الديسبرشن ريليشن اللي هي كي اتش دبليو بتساوي تان
كاتش دبليو تان كاتش دبليو بتساوي جاما دبليو، نقدر نكتب ريليشن جنرال بقى فيها الفي فيها الفي والبي ونحل بيها الويف رايت. خلاص هنشوفها لما نوصل لها، بس يعني ايه احنا بس نعرفه دلوقتي. طيب في حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي؟ واضحه الدنيا كله تمام زي الفل. قول يا باشمهندس المساله اللي انت حليتها كانت مساله كام؟ انا قلت لك تحلوا مساله كام؟ 7. طيب قول لي كده الارقام اللي طلعتها. لا لا في حاجه مش مظبوطه. طيب طب نشوف الفيتفيتس من فيها الاخر 2.075 تمام. خدت ليه؟ اوكي طيب تاني شباب باكد، معلش انا هاكد الحته دي لغايه لما ايه تحلوا، يعني لازم نحل بايدينا، لازم نحل بايدينا. اوكي طيب ماشي. مسألة تانية يا شباب بيقول لي بروبلم 8 عايز يثبت انه جاما تي ام بتساوي 1 ناقص تيتا سكويرد بي اكس دبليو سكوير على ايتا جاما دبليو او سي كي اكس سكوير زائد ايتا سكوير جاما سكوير زائد جاما سكوير بي سكوير. دي لا لا هنشوف دلوقتي هنثبتها يعني ونشوف، بس انا فاكر ان انا اثبتها وطلعت مظبوط. وليتا دي هي ايبسون 1 على ايبسون 2 او يعني ان 1 على ان سكوير. طيب علشان نحل المساله دي بصوا انتوا كده المفروض الدكتور قال لكم ايه الاثبات عليكم بس ما عملتهوش خلاص، فاحنا في الشيت اهي وهنمشي في الاثبات بتاعها. علشان نثبت البتاعه دي ايه نقطه البدايه بتاعتنا؟ الديفينيشن بتاع الدراما صح؟ فايه ديفينيشن الدراما؟ باور كور على باور توتال. فاحنا لو حسبنا الباور كور وحسبنا باور توتال يبقى حسبنا ايه؟ كونفاينمنت فاكتور. تعالوا نبتدي باور كور. طيب هو اصلا الباور بتحسب ازاي؟ الدكتور كان ادانا كده هو المفروض ان هو نص في تكامل اي في ايه؟ في اتش كومبلكس كونجكت. فهو الدكتور اصلا كان ادانا ريليشن نبتدي بيها انه في حاله الزد في حاله التي ام بنقول ان انا الباور هي زد تي ام على الاثنين التكامل لمين بقى؟ للاتش اكس سكوير للاتش واي سكوير تمام. طيب دي جت منين؟ جت من العلاقه ما بين الاي والاتش، يعني الديفينيشن بتاع الزد ده اساسا
بيقول لي العلاقه بين الاي والاتش. فونس جبت العلاقه دي هعرف ايه اعمل التكامل ده. طيب وليه برضو؟ علشان البتاع ده اسهل كتير. خلاص لو رجعنا للاثبات وشوفنا الاتش ده كان بيساوي ايه اصلا، فالاتش كان بيساوي ايه؟ كوزين كي اكس. تمام. طيب يبقى التكامل بتاع الباور ده هي اند اب ان هو ايه؟ البي 4 والكوزين ايه؟ انا هنا دلوقتي شغال ايفن بالظبط كده. ليه اخترت ده ليه بس خدت الشكل ده؟ عشان دلوقتي بثبت للايفن. تمام. وفي نفس الوقت انا خدت الايه خدت الروز ده بس عشان انا شغال هو الكور. يعني نسبه الكلادنج هناخد الايه الاكسبوننشال. صح. هيفرق في ايه؟ هيفرق في الكونستنت ده بتاع الايه. ممكن تعمل كده اي حاجه بتطلع تاخد الكونستنت. او لو انت برضو ابتديت بالشكل بتاعك ده، يعني دلوقتي لما نيجي نحل في الكلادنج مثلا الكونستنت مش هيبقى ايه، هيبقى في حاجه ثانيه، فانت هتاخد الكونستنت دي وتعوض بيها. لا الاثنين فيهم كونستنت بس هما بينهم علاقه اللي هي بتاعه الباوند كونديشن. فانت ايا كان اللي انت ابتديت بيه لما تقسم الريليشنز في الاخر على بعض، بس خلي بالك الروما هي ايه؟ بي كور على بي توتال. تمام. فالكونستنتس اللي موجوده دي هيطير مع بعضيها، ما يفضلش بس غير ايه الريشيو ما بينها. والريشيو ده اندبندنت من بدايه نقطه البدايه، يعني هو مش فارق معاك رومه الاي دي نفسها بكام. دي نقطة ثانية ان هو الجي نفسها خطيرة عشان انت واخد الكونسولوجي. بس حتى لو ما طلتش، يعني انت انا قصدي من حيث المبدأ انت اصلا مهتم بس بالريشيو يعني، فمش تفرق. بص في حاجات كده تفاصيل في الماث احنا مضايقنا، يعني انا عارف الواحد وهو بيحل تفاصيل الماث دي بتضايق، بس هي يعني خليك في البيجر بيكتشر يعني. طيب كوزاين سكوير دي فاكر ايه؟ يعني ممكن دي نسال فيها الدكتور احسن، يعني نتفق معاها المفروض نسبه ايفن ولا اوت ولا مش فارقه يعني. الاثنين نفس القانون بس مش نفس البدايه، يعني انت الاثنين هتوصل ليهم في الاخر لنفس النتيجه، بس كل واحده فيهم تمشي في سكه مختلفه. الحقيقه ان في شكل الجنرال بتاع الحل بتاع الفيلد، يعني ده اللي انت ممكن يعني نبتدي منه، بس يعني ما انصحش الصراحه.
حسبنا طلعنا الباور في الكور بالشكل ده كده تمام، وايه بنفس اللوجيك نفس الطريقه ابتدينا في كلادنج. بس هيفرق في حاجه، اولا احنا عارفين الكلادنج ايه، في ناحيتين والناحيتين دول ايه زي بعض بالظبط، فعشان ده بدل ما نحسب مرتين ضربنا في اتنين. على فكره اذا كان ايفن او اود فالاتنين ايه هيطلعوا زي بعض تمام، يعني قصدي برضو هنحل نحسب مره واحده ونضرب في اتنين. وحطينا الكونستنت التاني اللي هو البيتا ده اللي هو البي والبتاعة دي، وعملنا التكامل تاليش في حد يتلخبط في ده اوكي، ونزلنا ايه ضربنا في الاتنين رو. طيب يفضل حاجه علشان نحسب الناس الباور كور على الباور كلادنج، عايزين نعرفه بين مين؟ الـ A والـ B. ايه العلاقة بين الـ A والـ B؟ الـ boundary condition اللي هو بيقول ايه الـ boundary condition؟ بالظبط ان الفيلد كونتينيوس عند الـ A عند الـ boundary. طيب فده لو كده نحسب، احنا قلنا انه الـ HY هو ايه جوه الكور هو A كوزين KHW. طب وعند كلادنج هيبقى عباره عن ايه؟ بصوا هنا كده هو بي اكسبوننشال ناقص جاما اتش ماينس دبليو. فلو قعدت هنا هيطلع ايه؟ كوزين كي اتش دبليو. طب وهنا هيطلع ايه؟ لما احط الاتش في دبليو يطلع ايه؟ لا مش واحد بي تمام؟ هو واحد صح يعني مضروب في البي. يبقى البي هو مين؟ هو A كوزين كيتش دبليو تمام؟ طيب نقسم بقى الاثنين على بعض المفروض الكلام ده على ده زائد ده هيطلع كده زد تي ام اي 1 صح. فهي التوتال يعني انا واخد الاتش شويه كلها مش زي المره اللي فاتت بس الاتش شويه، فانا التربيع اللي لازم تاني مضبوط كل اللي انت قلته تاني كده يعني دلوقتي انا مش هخلي اللي هي الباور توتال يعني معايا الاتش شويه اللي فيها الجزء بتاع الجامع والجزء اللي هو فيه كوزين ماشي، فهم الاثنين دول انا واخدهم التربيع وبقيهم. الراجل ده بيقول كلام زي الفل، كلام مهم جدا 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 حقيقي تمام. باشمهندس بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا انتوا في حاجه اتخميتوا فيها، ايه الحاجه دي؟ المفروض انا عندي تو فيلدز، انا عندي تو فيلدز وعايز احسب لهم ماجنتيود سكويرد، ينفع اخد ده ماجنتيود سكويرد زائد ده ماجنتيود سكويرد؟ تاني كده تاني، هل ينفع تو فيلدز موجودين مع بعض عايز احسب لهم الباور بتاعته؟ المفروض الباور هي ايه؟ ماجنتيود A بلس B سكويرد صح؟ هل ينفع اقول اذا انا عملت كده انه ماجنتيود A سكويرد وماجنتيود صفر من الـ A دي يعني قصدي ماجنتيود الترم الاولاني سكويرد واحسب بعد كده ماجنتيود الترم الثاني سكويرد؟ ما ينفعش تطلع حاجه غلط صح؟ عشان لازم كروس ترم مش كده؟ فاهمين ولا ايه؟ طيب امال ايه اللي احنا عملناه دلوقتي ده؟ قول بقى تاني وفي نفس الحته تمام؟ هو الكلام ده بيزكلي صح جدا ماشي؟ يعني احنا عندي تو مودز مثلا وعايز احسب لهم الباور، لا لازم ما ينفعش ان انا احسب باور ده لوحده وباور ده لوحده واجمعهم، هما المودز هينفع عشان هم اورثورنال بس يعني ايه؟ بيزكلي لو تو فيلدز ما ينفعش، لكن هنا ينفع علشان انا عندي الكور ما فيهوش غير باور كور وكلاد ما فيهوش غير ايه؟ باور كلادنج، وانا بعمل التكامل بالنسبه للمكان، فانا بكامل الباور في الحته دي زائد تعمل باور في الحته دي، فهم هماش موجودين مع بعض في نفس الحته. اوكي انتوا فاهمين الحته دي صح؟ ايوه شكرا شكرا جزيلا. طيب تمام نقول تاني، المفروض انا عندي اي واحد زائد اي اتنين وعايز احسب الباور، اقول ايه؟ اقول ماجنتيود اي واحد سكويرد زائد ماجنتيود اي اتنين سكويرد ينفع كده؟ لا ما ينفعش. ليه؟ عشان دول فيكتورز
تمام، بيلموا مع بعض يعني ممكن في الاخر يعملوا ديستربت انترفيرنس اصلا ويطلع بزيرو. اوكي، فالمفروض اعمل كده، اخد ماجنيتيود كل الكلام ده سكوير. ماشي كويس. احنا هنا ما عملناش كده، ما قلناش ان اتش واي زائد اتش يعني اتش واي هنا في الكور زائد اتش واي كلادين كله ماجنيتيود سكوير. انا خدت ده لوحده وده لوحده. ليه عرفت اعمل كده هنا؟ علشان ده في حته في السبيس وده في حته في السبيس، مفيش بينهم اوفرلاب، يعني مفيش حته من الكور بتاعه الكور داخله هنا، ايه سوري بتاعه الكلاد داخله هنا، حته من الكور بتاعه الكور داخله هنا. اوكي تمام تمام. السطر ده منين؟ ده من باوند كونديشن. تمام، انا عارف انه ال h y كور بتساوي ال h y كلاد عند اللحظه اللي فيها x بتساوي ايه w. تمام، طب ما ده هو b هو a كوزين k x x، فهيبقى k x a W، وده بيساوي B exponential ناقص جاما X ناقص W، ليه يعني W ناقص W، فيطلع في الترم ده بكام؟ واحد، يبقى ال B بتساوي A cosine KX. تمام؟ نكتب بقى، يطلع الجاما ده هو الترم العجيب ده كده كله على بعضه أو خلاص. أنا صار خلاص ولا ممكن نسهل على الحل طيب بصوا بقى، عوضنا من البريم وشلت البي وحطيت مكانها ايه الفاري بتاعتها دلاله الايه. اولا اول ملحوظه نلاقي ان ايه ايه ماجنيتيود سكوير حطير، وده منطقي جدا لان الكونفاينمنت فاكتور ده حاجه معتمده على المود مش معتمده على الاكسايتيشن. تمام، الحاجه الثانيه انه زد في ام يحصل له ايه تطير. بس خلي بالك، خلي بالك انه زد تي ام يفرق في الكور عن الكلادي. اشمعنى؟ عشان الزد تي ام ده في ريفراكتيف اندكس، في ريفراكتيف اندكس من لو وصلنا الحل مع اللطف الديفينيشن بتاع زد تي ام ده. اوكي طيب، فلما ناخد الريشيو بينهم يطلع انه زد كور على زد كلاد هو واحد على هو سوري هيبان انه يطلع انه الزد ده يتناسب مع واحد على ان سكويرد. خلاص، فهنا دي لما اشيل الترمات دي مع بعض هيفضل هنا واحد على ان واحد سكويرد وهنا واحد على ان اتنين سكويرد. اوكي، يعني انا عارف انه الزد تي ام بيتناسب مع واحد على ان سكويرد. اوكي كويس، الحاله الثانيه اللي هعملها برضو في الخطوه الجايه دي انه ساين 2 كي اكس دبليو دي مش عجباني. اوكي، احنا عارفين من الديسبرشن ريليشنز مين 10 كي اكس دبليو، او يعني طول عمرنا بنشوف ايه
ساين كي اتش دبليو او كوزاين كي اتش دبليو، بس ساين 2 كي اتش دبليو دي ما شفناهاش قبل كده خلاص. فهنفك الساين دي بقانون الايه، ساين 2 اتش خلاص. يفضل يبقى يا شباب ادينا وصلنا للشكل ده كده الحمد لله. روضة يا سيدي حاطط طيب. طيب احنا ممكن على فكره نعمل ايه، نقسم على كوزاين سكويرد فوق وتحت صح، فالترم اللي فوق ده يبقى تان وده يبقى تان. طب وانا برضو استفدت ايه كده؟ وانا الديسبرشن ريليشن انت بتقول ايه يا شباب؟ حد فكر؟ كيتش دبليو كي اتش دبليو تان كي اتش دبليو بتساوي جاما دبليو، وعلى شحنة تي ام فهنزود كمان ايه؟ نضرب الترم ده في ان واحد على ان اتنين سكوير. لما يكون عندي تان زاوية كده بتساوي حاجة على حاجة اقدر اقول ايه؟ تقدروا ان في هنا مثلث، دي الزاوية وده اللي فوق، هو مش ده اللي فوق الحقيقة، دي حاجة بتتناسب مع اللي فوق خلاص، وده الادجسنت للزاوية او حاجة تتناسب مع الادجسنت للزاوية مش كده؟ طب مين اللي فاضل هنا ده؟ سكوير روت الاثنين صح؟ واقدر اقول ان الساين هي مين؟ ده على ده والكوزاين مين؟ هي ده على ده. عايز بس اقف معاكم وقفة قبل ما نكمل. في حالة التي اي ما كانش فيه الترم ده صح؟ كان مين اللي هيطلع هو البتاع اللي فوق دي؟ بصوا كده في المثلث بتاع التي اي، انا ينفع اطلع مثلث شبه كده للتي اي صح؟ هيطلع فيه هنا جاما وهنا كي اتش دبليو دبليو، ويطلع هنا جذر
3x w squared زائد جاما w squared صح كده؟ مين اللي بقى بتاع ده؟ مفروش بحد ال v number صح؟ ماشي فيطلع ان ده كده هو ال v number في المثلث. اوكي؟ يلا ما علينا مش مهم. كويس نكمل بقى شويه حسابات تانية كده هيطلع ان الجاما تي ام هتساوي دبليو زائد ساين كوساين هو مين كي اكس جاما ايتا على الكلام ده سكوير نعم. ما شلتش ايه؟ ماشي ماشي ما انا عملت كده ليه؟ هو صح وانا بس بحب ليه حبيت الشكل ده اكتر؟ علشان زي ما بقول لك في التي اي او اروح واقول الملحوظه بتاعت انه في نمبر يعني. استفاد بيها في الاخر ولا حاجه بس يعني انا بحبه. طيب وانا ليه في حاجه ناقصه معايا هنا في الحسابات صح انا المفروض انا بقسم على فيه اكس صح فالترم ده مش موجود كويس قوي طيب يفضل اللي فوق ده زي ما هو وناخد من هنا كون فاكتور الحاجات اللي ينفع تتاخد كون فاكتور فناخد الايتا واللي تحت ده يفضل كي اكس سكوير على جاما زائد نعم وكي اكس سكوير على جاما زائد جاما دي هقدر اخد ايه؟ جاما هنا كده تحت وهي الدينوميتور يعني ويبقى kx squared زي جاما squared على جاما وده اللي دكتور اثبته فين؟ في المحاضرة تمام؟ يعني ده لغاية هنا كده دكتور ويف علشان بقى نوصل لحل الشيت هنكمل شوية كمان سطرين ثلاثة رياضة اوكي
زهقت رضا. طيب نضرب بقى فوق وتحت في الكلام اللي موجود تحت ده. اوكي يطلع W KX سكوير زائد جاما سكوير في إيجا سكوير زائد جاما تيتا على W KX سكوير زائد جاما سكوير حضرتك الآن في الجاما اللي تحت دي بالمرة. اوكي وده في هنا جاما هذه جاما سكوير هنا جاما طيب. احنا عارفين انه الراجل ده هو مين؟ هو الفي نمبر سكوير. هو الفي نمبر سكوير بس مقسوم على ايه؟ على دبليو سكوير صح؟ انا يعني لو ضربت هنا في دبليو سكوير ايه اللي يطلع هنا؟ الفي نمبر سكوير صح؟ هضرب فوق وتحت في ايه؟ في دبليو سكوير. انتوا مبسوطين من شويه رضا اللي بنعملهم دول ولا انت واقف كده وكمان انتوا في البيت ولو ما عرفتوش تصلوا تقولوا لي ايه؟ نكمل في الرياضه هنا عادي؟ مبسوطين انتوا كده من المعادلات اللي انا بكتبها دي؟ ايه؟ لا مش بيقولوا كده. لا مش بيقولوا كده. خلاص هو اللي فاضل يا شباب ان احنا بنضرب كمان في ايتا فوق وتحت ماشي فبنفضل هنا كده ايتا وهنا ايتا سكويرد وهنا ايتا دي تبقى ايتا سكويرد خلاص وهو حاطط الكلام ده كله بشكل واحد ناقص صح ايه مين دي اللي فين اه ممكن تعمل كده هو احنا اول مره هنعمل كده انا هقول لك ان انا الكلام ده هخليه واحد ناقص ماشي فلما واحد ناقص الكلام ده هعمل ايه هروح بقى بالظبط مزود فوق اللي انا شلته واقعد سيرتيفاي شويه فاوصل للشكل اللي فوق ده وخلص وخلصنا على كده يعني تمام اوكي يطلع واحد ناقص ايتا سوري انا هعمل واحد زائد مش واحد ناقص واحد زائد الكلام ده ناقص الكلام ده فوق اوكي ماشي بس هنلاقي الترم ده هيطير مع الترم ده يفضل فوق جاما سكويرد ايتا سكويرد دبليو سكويرد ناقص ايتا سكويرد في ماشي واحنا عارفين انه الفي هي مين هنفك الفي ان هي كيت سكويرد دبليو سكويرد زائد جاما سكويرد دبليو سكويرد نوصل للشكل اللي في الاثبات حد عنده مشكله حد عنده مشكلة مع الرياضة كتير قوي 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 دي؟ لا مفيش عنده مشكلة برافو عليكم يا جماعة هو موضوع سيستماتيك يعني مفيش أي فكرة خالص غير بس فكرة الإيه؟ اللي هي دي أوكي دي اللي دي اللي فيها تكة يعني و إيه تاني؟ آه شوية رياضة كتير بقى بس
تمام. مش ممكن، احنا بس عايزين نثبت الشكل اللي فوق ده وخلاص. هو ممكن بالشكل اللي تحت ده نوصل ده ولا صعب؟ مش عارف، محتاجين نص يعني. بس ده عامة غلط؟ معرفش، محتاجين نثبته يعني. لو طلع مظبوط يبقى مظبوط. طيب هو انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه العلاقة بين الزد بتناسب مع واحد على ان سكويرت؟ هي في المحاضرة موجودة يعني بالظبط. فأنا هنا كده لو قسمت كله على زد كور خلاص يطلع ان زد كلان على زد كور بيساوي ان كور سكوير على ان كلان سكوير. بس اللي هي انا حاططها هنا كده. طيب كده احنا حلينا سوا يا شباب مسألة 4 و6 و7 و8. كويس. مسألة 9 يا شباب بتقول لنا ايه؟ نرجع بقى شوية مسائل سهلة بقى وايه وحاجات متخصصة في ثانيتها دي. عندي سيرفيس سلاب وف رويد اون جلاس سبستريت الفيرتيك اندكس بتاعه 1.5 using technology ionic exchange. ما علينا. If the resultant interchange is assumed to be at the tracer, calculate the maximum ride thickness to keep a single mode operation the ride at wavelengths 1300. نحسبها نحلها ازاي دي يا شباب؟ بالظبط كده زي ما حلينا المره اللي فاتت. ال V number بحط عليه condition علشان الايه؟ single mode operation. وايه condition على ال V number اللي خليني single mode operation؟ اقل من باي على 2. تمام كويس جدا. بس يفضل هنا مشكله واحده. ايه المشكله دي بقى؟ انه الكونديشن بتاع ان الفي نمبر اقل من باي على 2 ده كان للسيمتريك سلاب ويف رايد. الاسيمتريك سلاب ويف رايد انتوا اتكلمتوا عنه المحاضره اللي فاتت. فالاسيمتريك سلاب ويف رايد ده الكونديشن بيتغير شويه. اوكي؟ طب انا عرفت منين هو اسيمتريك سلاب ويف رايد؟ في اذهب من كلمه قالت لي الموضوع ده. اولا هو استخدم كلمه جلاس سبستريت. تمام. تاني حاجه اتكلم على حاجه اسمها ايونيك اكستشينج. بصوا انتوا ممكن ما تكونوش عارفين، مش شرط تكونوا عارفين الحاجه دي يعني، بس انا هقول لكم الايونيك اكستشينج ده بيتعمل ازاي وايه هو جلاس سبستريت. دي طريقه اللي بتتعمل بيها الويف رايدز الاوبتيك ويف رايدز زمان. بيبقى ازازه كده تمام، والازازه دي بيتعمل لها ايون بومباردمنت، يعني بتروح مرزوعه فيها ايونز كده من جوه. فالايونز دي بتديفيوز جوه السبستريت. تعالوا كده نرسم الرسمه دي. ادي كده شكل السبستريت. فده في الاساس ازاز. تمام. فبينزل ايونز من فوق كده فتروح نازله تحت السيرفس شويه تاخد شكل كده سيرف يعني تحت السيرفس. اوكي ليها فبيبقى ليها ريفرتيف اندكس معين اللي هو الراجل محدده هنا انه في حصل تغير في ريفرتيف اندكس بالفاليو دي. فيبقى الشكل بتاع الماتيريال كده سبستريت كور وهواء. اوكي ماشي. بالمره بقى كلام على التكنولوجيز. التكنولوجي الثانيه المشهوره بتبقى ايه؟ سيليكون. اوكي ده بقى اللي هو بيتعمل دلوقتي اكتر يعني.
اوكي سيليكون ويف جايدز. سيليكون ويف جايدز دي بيبقى قدامه حاجه من اتنين او هي ازيد من حاجه، يا اما سيليكون رود كده في الهواء اوكي، يا اما سيليكون دايبسايد على سيليكون، يا اما لا سيليكون على سيليكون دايبسايد سوري وفوق هواء. دول الحالتين المختلفين المختلفتين بتوعه يعني. بس فهو هنا علشان قال كلمه سبستريت وعشان قال كلمه ايونيك اكستشينج فانا عرفت انه ايه اسيمتريك. تمام طيب ليفن بقى ان هو اسيمتريك، ايه شرط الفي نمبر دلوقتي؟ بص في حاجه غريبه حصلت في المحاضره ماشي، بس احنا نتابعها بقى علشان ايه انتوا ما تتلخبطوش. لما بيشتغل سيمتريك سلاب اوف جرايد الدبليو هو مين؟ نص الثيك نص الثيكنس. تمام يعني لما بيشتغل سيمتري ساعتها الدبليو هي نص التي، يعني ادي كده البتاع ودي تي والدبليو هي نصها خلاص. والفي نمبر هو مين؟ كي نوت دبليو في ان خلاص. طيب لما نشتغل اسيمتريك بقى الدبليو بتبقى هي التي ماشي، والفي نمبر هو مين؟ كي نوت دبليو برضه في ان ايه خلاص. فاحنا لو عدينا الاثنين زي بعض بالظبط سيمتريك واسيمتريك هنلاقي ان في فاكتور ضعف بين الفي نمبر بينهم خلاص. فالكونديشن هنا كان في اقل من باي على الاثنين، كان الكونديشن هيبقى اقل من ايه؟ من باي خلاص ماشي. حد متلخبط؟ لا لازم يبقى في حد متلخبط طبعا، ما ينفعش لان ده لخبط تمام اوكي. بس خلاص مش هتلخبط بقى احنا عرفناه ماشي. هو ده ده مش بيبدا من زيرو. الكونديشن بقى هيبقى ايه؟ ان البي كاتوف هو ام باي زائد تان جذر ايه؟ تان ماينس 1 دي اه 10 ماينس 1 جذر ايه خلاص. ده كونديشن الكاتوف لمين؟ الاسيمتري سلاب اوف جرايد. طب هو مين الايه ده بقى؟ مين الايه ده؟ الايه ده بارامتر بيعبر لي عن الاسيمتري فين؟ في الويف جرايد. يعني لو ادي كده عندي ان ان كور هنا وده ان سبستريت وده ان كلاد، مبدئيا بيبقى انا عارف يعني 99% من الحالات بيبقى ان واحد اكبر من ان اثنين اكبر من ان ثلاثة اوكي. وساعي والايه هو مين؟ هو ان اثنين سكوير ناقص ان ثلاثة سكوير على ان واحد سكوير ناقص ان اثنين اوكي. طيب بعد سيكشن هقول لك الحته دي بس مبدئيا يعني مبدئيا هقول لكم انه ايه ايه هذا اوضح من كده. دي نقطه. نقطه ثانيه انه هو سمبلي انا عارف ان الاونيك اكستشينج على لاس سبستريت ده بيبقى شكله كده، يعني دي حاجه انا عارف وانا قلتها لكم. ومن حل المسائل هنطلع مع بعض مين سيمتريك ومين اسيمتريك فتعرفوا ايه السنس ده تمام. وهتوقع دائما لو انت شاكك يعني ممكن حتى في الامتحان تسال، يعني ده من حقك يعني انت في الامتحان لا مش ضروري دي يعني انت لا الامتحان بقى في حاجات تملى وقتك يعني مش هتقف على دي. بس زي ما بقول لك هو هنا علشان بيتكلم الفرق اندكس الفرق الصغير قوي ده مع كلمه ايونيك اكستشينج مع كلمه سبستريت. يوجوالي كلمه سبستريت نفسها
بتزق ناحيه ان انت عندك سبستريت وعندك كلادنج تمام، غير لما بيكون حاجه اميرست او حاجه يعني تبقى برضه باينه لو هي سيمتريك. هنشوف دلوقتي برضه باقي المسائل تمام. يطلع لي انا لا مش هتنين نزبط. بص هو خلينا انا ممكن اقول لك ببساطه انه طالما قال سبستريت طالما قال اكسشينج دايما ده اسيمتري خلاص. بس انا ما بحبش الجنراليزيشن الصراحه يعني بقى، لا انا شخص عندي كوميتمنت ايشوز. طيب نيجي بقى نحسب الاي ده بكام، فيطلع انه ان 2 بتساوي 1.505 من المعلومه اللي هو قالها لي ان هي 5 to the power negative 3 ده الدلتا ان، والان 1 بتساوي 1.5 وان 3 ده الهواء فبيساوي 1. يطلع الـ A بيساوي 83.19 يعني صح صح فوري ويطلع انه الفيجاتوف 2.3 لا الديفينيشن بتاعته الجديده ويطلع يطلع 4.6 ويطلع الدبليو ويطلع الدبليو بي 7.69 اوكي. وهنا في الديني عشان اشغل سنج مود فانا عندي عشان اشغل سنج مود فانا عندي رينج معين هو كان طالب حاجه اشمعنى جبت الدبليو. طيب ماشي ايه الدبليو دي؟ او الاول بقى ايه الفيجاتوف دي جبتها منين؟ لا مش 10 ماينس 1 ريزر ايه؟ باي زائد 10 ماينس 1 ريزر ايه؟ علشان هو تعالوا كده نفكر في مساله ثاني. الشكل بتاعنا زي ما هو ما اتغيرش. فرق حاجه صغيره قوي. فاكرين المره اللي فاتت لما جينا قلنا ايه كونديشن ان انا احسب الكاتوف بتاع ال او السيندل مود اوبريشن فاونديشن قلنا ادي كده الديسبرشن ريليشن خلاص. ايه اللي اتغير فيها؟ الغايه بدل ما كنت بتبدا من الزيرو من باي على 2 بقت مشفته شويه، يعني لان الحركه كل الكيرف ده كده ايه يمين سنه صغيره. هو عايز سيندل مود اوبريشن. يعني ايه سيندل مود اوبريشن؟ يعني عايز الفي نمبر بتاعي اصغر من مين على الكيرف ده؟ النقطه دي النقطه اللي على الشمال دي والنقطه اللي على اليمين. ماكسيمم ثيكنس اللي يجيب اوكي هو طالب ماكسيمم ثيكنس اللي يديني سنجل مود اوبريشن. فاللي هو مين؟ اللي هو ده اللي هو النقطه دي. فانا حسبت النقطه دي اللي هي مين هنا؟ باي زائد تان ناقص بزري تان ناقص واحد بزري. اللي هو بقى امال هو لو عايز يسالني على دي يا شباب هيقول لي ايه؟ برافو عليك. هيقول لي عايز هات لي المينيمم فيتنس اللي يسمح لي ان فيه ايه؟ مود يمشي مش سنجل مود فيتنس عشان فيه مود يمشي اساسا صح؟ لما يقول لي كده هو عايز مين؟ لو قال لي افرض يا شباب طلب مني قال لي هات لي المينيمم فيتنس علشان يكزيست مود في جوه الويف رايد ده زيرو؟ لا مش زيرو هنا مش زيرو. ليه مش زيرو؟ عشان ده سيمتريك. لا لو لا سيمتريك يبقى بزيرو صح. لو اسيمتريك مش بزيرو يبقى عايز ان في جاتوف يساوي 10 ماينس 1 روت A. هو ده المينيمم ثيكنس اللي علشان اكزيست مود اساسا وول اوف راي. في حد تايه؟ في حد عنده سؤال؟ طب في حد حاسس انه مش عارف يسال في ايه اساسا؟ يعني عملية قول
كويس. حاضر. هو قال لي ان ال N سبستريت او N بلس بتساوي 1.5. دي مديها ومديني كمان انه دلتا N بتساوي مش مهندس افرش بك افرش بك شو انت ممكن تفتح الباب؟ ده ايش طيب قايل لي ان الدلتا ان بتساوي 5 تايمز 10 4 نيجاتيف 3 خلاص فيبقى الام كور بكام 1.5 زائد 5 تايمز 10 4 نيجاتيف 3 خلاص طيب لو 1.5 امشي 1 2 3 يبقى 0 5 فده الكود. طيب ايه ثلاثة بقى هو عمل اير ستريمز ده وشغال في الهواء طالما ما هوش حاجه ثانيه يبقى الامبيانت بتاعي ايه هواء خلاص طيب دي ليه؟ لا دي ارعى دي هو مش طالع دولي افرت طيب problem 10 problem 10 مرتبطة بي برضو الconfinement factor يقول لي the electric slab of thickness 2 micro ايه اللي ده الالكتريك ستاب الثيكنس بتاعه 2 مايكرو وريفرت في اندكس 1.51 بصوا بقى قايل كلمه ايه قايل انه امبيدد ان انذر داي الكتريك ويز ان بتساوي 1.5 تاني قايل اني عندي slab thickness 2 micro refractive index 1.51 embedded جوه refractive index تانية 1.5 بعد كده قايل ان open waveguide was excited by electromagnetic wave of wavelength 1.5 micro okay قايل wavelength 1.5 micro assuming T is 0 find the fraction of power transmitted in the waveguide core. Okay. عايز the fraction of power in the waveguide core. يعني ايه عايز الباور جوه ال fraction of power جوه waveguide core. عايز الفان فاكتور اللي هو الرو. خلاص. وايه لازم ان هو قايل لي ان انا اسيوم تي 0. شو استخدم الرو تي وزيرو عشان ايفن وعشان هو الروما ثابت الايفن لوت كويس قوي انا استفدت ايه لما قالي ان هو ويف جايد امبيدد جوه ماتيريال ثانيه نو سيمتريك طالما امبيدد يعني ايه جواها ما تغلوش جواها يعني يمين وزي شمال خلاص نحل المساله دي ازاي يا شباب لو بصينا في المحاضرة هنلاقي ان الدكتور كان مدينا رول للراما حالة تي بالمنظر ده
اول حاجه بس ملاحظه كده، تعالوا نشوف هو لو الدق لو الدراما ده حاجه مالهاش دعوه بمساله ماشي ولا تتلخبطوا، هو لو ما تتلخبطوش اوكي. انا بس عايز ابص معاكم على الشكل ده علشان فاكرين اللي احنا قلناه في الاول خالص، ان لو الدراما دي بقت كبيره ده معناه ان عندي كونفاينمنت فاكتور عالي، لو الدراما صغيره بقى كونفاينمنت فاكتور صغير فاكرين. وانا الدراما دي بتقول لي قد ايه باور بره، فكل ما كان فيه بره باور كتير ده معناه كونفاينمنت فاكتور بتاعي قريب للايه للزيرو. كل ما كانت الدراما دي رقم كبير ان انا ايه كل باور رو. فانا كده ناخد الليمت لو الدراما هنا تنس تو انفينيتي ايه اللي هيحصل؟ عشان الترم ده بقى بزيرو والترم ده كمان بقى ايه بزيرو، فيطلع الدراما كام؟ واحد منطق. فلو الدراما بصفر، الدراما بصفر ده معناه ايه؟ انه مفيش اي خالص كونفاينمنت صح؟ معناه انه ايه الباور بلاس في السرحه في السحاب. طب تعالوا كده نجرب، ولو حطينا الدراما بزيرو هضرب فوق وتحت الدراما علشان تبان الحكايه دي ماشي؟ يطلع كده دبليو دراما زي الدراما سكوير على كي اكس سكوير زي الدراما سكوير على دبليو دراما زائد واحد ماشي؟ ونحط كده الدراما بزيرو هتلاقوا الترم ده بصفر وده وده بصفر، يعني الدراما بتساوي كام؟ فين ايه؟ تساوي صفر صح؟ ده معناه ان الدراما بزيرو خلاص؟ ده منطق. لو الدراما بزيرو يعني مفيش كونفاينمنت يبقى لو السمول دراما يعني بزيرو يبقى مفيش كونفاينمنت، فالكونفاينمنت فاكتور بزيرو. لو الدراما دي بانفينيتي انها كونفاين جدا يبقى الكونفاينمنت فاكتور بكام؟ واحد. ما عليك نرجع بقى للمساله اوكي؟ لا مش شرط، يعني مش شرط انه عايزين فاهم فاكتور بواحد عشان اعتبر المده شغال. في براكتيكال فيزز كتير يعني قصدي مش لازم يبقى عالي قوي، ممكن 50% مثلا ايزوكريز. لا مش شرط، علشان تبقى عندك سنجل مود اوبريشن في ماكسيمم ليميت على الكونفورمنج فاكتور، فانت مهتم بالسنجل مود اوبريشن خلاص انت هتاكسبت ده غصب عنك. طيب نكمل، عايزين نحل ده، نحله ازاي؟ ايه اللي محتاجينه علشان نحسب الكونفورمنج فاكتور ده؟ ايه رايكم؟ ايه اللي محتاج عشان احل البتاعه دي؟ كريرس والدراما هجيبهم ازاي؟ يعني استنى دينا دي عشان بيت الناس تبقى معانا في ال ها ايه القوانين بتاعتها؟ نجيب منين؟ ايوه شكلها كده في المنطقه دي الفي نمبر والايه والديسبيرشن ريليشن. طيب الفي نمبر هنا يطلع بكام؟ تبوي على لندا كينوت في نوميريك الابرتشر اللي هو مين 1.51 سكوير ماينس 1.5 سكوير مضروبه في الدبليو. طبعا ان احنا دلوقتي شغالين ايه سيمتريك يبقى نقسم على 2 يطلع في نمبر ايه؟ شكرا جزيلا. جبت الفي نمبر وبعدين المعادله بقى اللي هي الديسبيرشن ريليشن في الموديفايد فيرجن، فيطلع لي ان كي اتش دبليو ناقص في كوزاين كي اتش دبليو بتساوي زيرو، وده يطلع لي كي اتش دبليو بتساوي ايه؟ هي بوينت اكس بالظبط يعني
لا خلاص فايت. ده الروما اوكي. والروما 0.41 ويطلع كونفورمال فاكتور ب 85 51.68. تمام ايه اهو. الروما دي نفسها منين؟ طيب الروما دي عباره عن تقدر تريها من ازيد من حته. بس اسهل حته فيهم ان انت تقول تان اكس دبليو بتساوي روما على كي اكس. ماشي نكمل. نحل مسألة اسيمتريك بروبلم 11. بيقول لي عندي سلاب اوف جرانيت فورمد باي ذا بوزيشن باي ذا ديبوزيشن اوف ثين لاير اوف ثيكنس 10 مايكرو اوف ا ماتيريال اوف ريفرتيف اندكس 1.52 اون سبستريت اوف ريفرتيف اندكس 1.5. تاني كده بيقول لي ان عندي ماتيريال ثيكنس بتاعتها 2 مايكرو والريفرتيف اندكس بتاعها 1.51 ديبوزيتد. يعني ايه ديبوزيتد؟ يعني متكونه فوقها خلاص. ماتيريال ثانيه فرتف اندكس بتاعها 1.5 اوكي والفرت والويف لينث 1300 نانو. عايز احسب الافرتف ويدث بتاع الفاندامنتال مود والافرتف اندكس بيتا. لا اللي تحت 1.5 دايما اوكي. دي ما هو الدبي واحد مظبوط. ممكن تحلوا المساله دي وانتوا قاعدين دلوقتي كده نضمن ان انتوا حليتوا المساله على الاقل يعني. بس حلوها انها سيمتريك خلاص. هو بعد كده في نمبر سي يقول لي لو الـ لو الـ لو الرايت ده immersed يعني تحط جوه ليكويد ريفرتيف اندكس 1.5 خلاص. تاني معلومات بيقول ان عندي سبستريت 1.5 ماشي. وعندي ديبوزيتد لاير فوقيه ديبوزيتد يعني محطوطه فوقيه الثيكنس بتاعها 2 مايكرو والفرتف اندكس بتاعها 1.52 سوري. والويف لينث 1300 نانو. لغايه كده المساله دي سيمتريك ولا اسيمتريك؟ اسيمتريك. ليه اسيمتريك؟ عشان ديبوزيتد صح؟ فهم لايرز فوق بعضيها اوكي. ومين يا ترى اللاير اللي فوق هيبقى مين؟ الهواء صح. طيب بس نمره سي هو قال لي ان هو خد الويف جرايد ده كده وراح غطسه هو ايه ليكويد ريفرتيف اندكس ساعه 1.5. فالمساله دلوقتي بقت عامله ازاي؟ سيمتريك تاني خلاص. تعرفوا تحلوها سيمتريك رقم سي. كم واحد طلع الريتس ب 0.81 مش عارف كم ايه؟ لا هي الريتس دبليو بي 0.14 حاجه 0.814 حاجه. الفي طلع بكام؟ شباب الفي طلع معانا بكام؟ كم واحد طلع الفي نمبر ب 1.87؟ في حد ما طلعش الفي نمبر 1.187 كويس.
طب مين ما طلعش الكيرتس ان هي 0.814؟ ما طلعتش معانا. طيب في شويه اخطاء مشهوره، انتوا عاملين الكالكوليتر بتاعته على راديان ولا على ديجري؟ راديان. ديجري خليه راديان ماشي، متاكد ان هو بالراديان. طيب ايه الاخطاء تانيه بقى ممكن تبقى موجوده؟ طيب نرجع تاني، نرجع على الستبس اللي بنحل بيها. احنا بنعمل ايه؟ برتب على الكالكوليتر في الاكس ناقص 1.18783 كوزين اكس، تمام؟ وبنجرب عند فاليوز مختلفه للاكس. اول فاليو عند باي على 4 مثلا، فطلعت لي بكام؟ حد يقول لنا كده؟ لو حسبت دي كده عند باي على 4 تطلع بكام؟ ماشي 0.3. طيب قررت عند 0.9 هيطلع بكام؟ ماشي قررنا عند بوينت، جرب عند 0.8 لقاها 0.04. عند اللحظه دي راح عمل ايكوال 0 وقال له شيفت سولف. فطلع له على طول انه الاكس بتاعتنا بتساوي 0.1814 مش عارف كام. ماشي وطلعت معاك، ما يضرش ما يضرش، طالما انت بادي في الحته او ذين الرينج ده بروبلي مش هتضر بحاجه. انا عشان ما يطولش معاك يعني الخطوات دي، عشان ما يطولش معاك عايز تفكسلها فكسلها، بس هو تبتدي بستارتنج بوينت اقل من باي على الاثنين، وتتاكد انه في الاخر وصل نقطه اقل من باي على الاثنين. غيرها تمام. طلعت؟ طلعتش؟ برضو؟ طيب. طب بصوا يا شباب، ممكن نكتفي بهذا القدر في السكشن النهارده. المره الجايه هيفضل لنا نحل جزء على اللي هو الاسيمتريك ده، و حته ري، ونبقى ايه؟ انجزنا قلبنا وحته بولاريزيشن كمان، نبقى قلبنا الجزء ده. الناس اللي ما عرفتش تطلع 0.8، الناس ما فيش طلع في اكس ما تمشيش، اللي هيمشي وهو ما طلعهاش هو مسؤول عن نفسه. ماشي؟ اتكلوا على الله.